السلام عليكم. اليوم في مادة اللغة العربية سنأخذ حل على أسئلة حركة الفتحة. انظر معي هنا، ي يقرأ، و ب، حرف الياء مع الفتحة يصبح ي، أحسنتم. حرف الواو مع الفتحة يصبح و، رائع. حرف الباء مع الفتح يصبح ب، ممتاز. الآن قم بكتابة هذه الكلمات معي. ي ير سو مو، يرسم. و ولد. ب بسمة، بسمة، رائع. يرسم ولد بسمة. انظر معي هنا، أردد الكلمات منتبها إلى صوت الفتحة، صوت الفتحة أ أ. انظر معي هنا، ي ي ي يقرأ، حل و و تن، العو العش ب ب العشب، ي يقرأ حلوة العشب. الآن هيا بنا نقوم بتحليل كلمة يقرأ. عند التحليل قلنا ننظر إلى الحرف الذي بعده، إذا كان من الحروف المحبوبة ينزل مع الحرف الذي قبله. أما الآن انظر إلى الحرف الذي بعده فإنه عليه السكون. قلنا السكون مؤدب، والمؤدب دائما يجلس مع الحرف الذي قبله، تصبح يق يق ر أو، يقرأ. هنا أيضا حل، أن حرف الحاء وراء حرف اللام عليه السكون، إذن يصبح حل و حلوة تن، حلوة تن. العشبة، ال لأن الساكن يجلس مع الحرف الذي قبله، ال عو عش، ساكن يجلس مع الحرف الذي قبله العش. ب العشبة، إذن تصبح يقرأ حلوة العشبة. أضع دائرة حول الحرف المفتوح ثم أنطق إب، ليس مفتوح، رائع. و أحسن، مفتوح. إس ما، رائع، مفتوح. ي أحسنت، مفتوح. الآن أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرفا مفتوحا. هيا بنا، حل و و تن، رائع. العش ب، أحسنت، لا يوجد فيها. زي دن، رائع. مي ما ما ميس، ممتاز. ما مر يا م، رائع. الآن أرسم الفتحة فوق الحروف. هيا بنا، عند الرسم الفتحة فوق الحرف قلنا شرطة صغيرة مائلة فوق الحرف، 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 يصبح ب س م و ي. إذا ب س م و ي، صوت الفتحة أ. الآن أرسم الفتحة فوق الحرف الملون، س تصبح س،
ب ح سبح. يرمي ي يرمي. سببون سببون. الآن هيا بنا نكتب الكلمة هنا مرة أخرى. سبح سبح. يرمي سببون سببون. الآن هيا بنا نقرأ معا. و ي ب س م. و ي ب س م. إلى هنا ينتهي درسنا ودمتم في أمان الله.